فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أخوة الكرام، بين هذا الدرس الآن إن شاء الله نبين أيضا من النصائح التي نبينها، ونسأل الله تعالى أن يهمنا الإخلاص فيها ولا يكون فيها شيء من الهوى. كثير من الإخوة يعني حقا ليسوا على قدر مسؤولية الطلب أو أنهم لا يفقهون كيف يطلبون العلم. قلت كثيرا بأن طالب العلم أفضل ما فيه أو أفضل ما يكون له رزقا من الله جل في علاه أن يعرف طالب العلم كيف يميز في وقت الطلب. لما طالب علم يترك العقيدة ويعني حتى ولو كان من أجل درس آخر أو من أجل مثلا يعني أمر آخر ويترك العقيدة التي فيها تأصيلات علمية قد تعز، كلام الحق قد تعز، لن يجدها حتى وفي وجود كثير من الساحة قد تعز. ده كلام سترى المسألة، مش مسألة بقى هنا ترفع أو تكبر. أنت لك إذا كان عندك أحد بيفقه ممكن يفرق بين ما يسمع من إتقان كتب العقيدة التي تشرح وغيرها، فهذا مغبون. هذا رجل أصلا غبن، يعني هو أراد لنفسه الإحسان وقد يعني وضع في نفسه الخسران، لا يفقه. ولذلك أنا أقول دائما يعني النبلاء هم الذين يستطيعون إتقان يعني أن يضعوا الشيء في موضوعه، الحكمة حقا أن تضع شيء في موضوعه وأن تعرف من أين تؤتى الإيش الغنيمة. هم يقولون دائما يعرف من أين تؤكل الكتف. هو يقعد بعد ذلك يقعد 20 سنة في المراكز اللي بيروحها ويرجع بعد ذلك هيرجع مصفق أو يرجع حامل راية أو يرجع مقلد، برضه يقول أنا لا أتأخر عن قول المجموعة ولا أتأخر عن قول الشيخ ولا أتأخر عن قول، يعني هيبقى إماعة في النهاية، لكنها إماعة بسبب إيش؟ بسبب المتحرك في نهاية الأمر. وهذا يعني صراحة هذا ظهر بعد 30 سنة أو أقل أو أكثر من أجيال جاءت على نفس الوتيرة، هذه الوتيرة، وبعد ذلك كثر الإماعات وكثر المقلدة وكثر من بهم ممكن يضيع الدين، لأنهم لا يسمعون الحق ولا يرون الحق ولا يتعلمون بشيء. فالحق إذا كنت أنت ممن استفاك الله تعالى واجتباك لتتعلم فتتعبد وتنشر ذلك بين الناس، فلا بد أن تكون لك من السمات التي بها تميز. استحضروا بعد ذلك هنا قول الإمام مالك: يا أيها العلماء لا تضيعوا العلم. فقالوا: وكيف نضيع العلم يا إمامنا؟ فقال: تضيع العلم أن تؤتيه لغير أهله. وكما قلت لكم، أهلية العالم أو أهلية طلب العلم هو حتى يسير على الطرب وعلى النهج الصحيح لابد أن يكون له بصيرة نافذة. أنا استشهدت مع بعض إخواتي كده على واحد معين لا أذكره، قلت له اجعل هذا اللي أنا بكلمك عنه يجلس في مجلس كذا ويجلس في مجلس كذا ومجلس كذا، وأنا سأقول لك بعد ما أمشنا سأل أنت قل له كيف مأست المجالس. وهو هو مش طالب علم، وليته طلب علم من زمن، لكنه إذا جلس هيستطيع يميز. هذه بقى من عند الله جل وعلا، العقل الراجح هذا الله جل وعلا يهب لأحد فيستطيع أن يميز بين المدارس، يميز بين العلوم. فأنت أصالة لما تعلم الكلام النبي صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر، فلا بد أن تدري من الأصاغر. وأنت إن أردت أن تكشف عن عالم لابد أن تنظر في أثره العلم، وتنظر أيضا في مشايخه الذين تعلم عليهم، وتنظر أيضا في ثمراته العلمية التي كانت موجودة. هذه مهمة جدا جدا حتى تعلم على من تطلب، وهل هو متقن أو غير متقن، هل المسألة قراءة كتب أم لا، هل أنت مصنع فقط أن أنت تحمل الكتاب وتمشي به يبقى تطلب علم. هذه مسألة ليست بلينة. أنا فقط والله أردت أن أبرئ الساحة وأبرئ نفسي نصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة.
قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله والكتاب والرسول أئمة المسلمين وعامتهم. وعامة في نهاية الأمر لابد الإنسان أن يدرب نفسه على أن يحفظ هذا العلم ويتعبد به وينشره بين الناس. هتف العلم والعمل فإن أجابه إلا ارتحل. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل الفقه ليس بفقيه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول عظيم جدا، قال الدال على خير كفاعله، أو قال له أجر مثل يعني من عمل به لا ينقص من أجورهم من شيء. نبدأ إن شاء الله اليوم الكلام على كتاب أو باب الآنية، ما زلنا في الطهارة، والكلام على باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا بصحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأيضا هذا حديث متفق عليه كما سنبين إن شاء الله. وعن أم سلمة رضي الله عنها أرضاه قال: قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة فإنما يججر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في إناء الفضة إنما يججر في بطنه نار جهنم. كما قلنا، التقعيد الأصيل في الكلام على الحديث أننا أولا نتكلم عن الإسناد، إثبات سنده وفهم متنه، وبعد ذلك الكلام على ترجمة للراوي الأعلى، ثم بعد ذلك المسائل الفقهية تتعلق بهذه الأحاديث. قبلها تعرف كيف تتعبد لله باسم الله العلي. أجب، ما تعرف؟ تعرف الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية؟ دعك من هذا. تعرف الفرق بين الإرجاء والنواصب؟ ولن تعرف. هتعيش ظهرا تسمع رسوما عن هذا، ولن تعرف ولن تدخل، ولن تعرف حتى منهجية أهل السنة والجماعة كيف. هذه الأمور كما قلت الإخوة لازم تستمر على ما ينفعهم من العلم إن كان تأصيلا. الوعظ والتذكير أو الثقافة، لأن في فرق يا جماعة فهموني، تدريس العلم على مراتب. أكثر ما رأيت في الساحة التي نحن فيها في حاجة اسمها ثقافة إسلامية، لكن يسمونها دروس علمية. ثقافة إسلامية، ثقافة إسلامية في نهاية أمرها، ثقافة إسلامية. مراكز كثيرة 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 جدا تهتم بهذا، وهي في النهاية هي ثقافة إسلامية. يريد المسلم المثقف، هذا جيد جيد للذي قلنا أنه يريد أنه يكون عضو فعال في الأمة الإسلامية، ماشي، لكن أنه يكون طالب علم أو يكون عالم أو أنه يكون من أرفع الناس قدرا، لا يمكن أن يصل. فرق بين التأصيل العلمي وبين الثقافة الإسلامية، وهذه مهمة جدا 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 لأهل العلم. وإلا في كثير، يعني أنا كان في أخ جالس معي هنا من الإخوة، يعني في معهد معين بيفتح بيكلمني عن المسائل العلمية كده، فكنت تجاربنا أطراف الحديث عامة. هو يعني هو بيقول لي أنا سأموت، أنا في أوقات يدخل علي دكاترة شرع وبتحدث معهم في المسائل دي، هي كان اختبار يعني بيختبر الناس عشان هو يقبلهم أو لا يقبلهم في مادة عمل تدريس يعني. فقال لي طول ما أنا جالس أدعو الله أن ربنا يهد السقف علي وعليهم عشان بس ارتاح، لان انا مش مصدق ان ده وصل لبلغه الدكتوراه وهو لا يتقن مثل هذه المسائل. حتى اصلا السائل ليس هو عنده قوه باع طويل في القوى العلميه. لذلك انا اقول يا جماعه الخير، ما زالت الامه تحتاج الى اشراقه شمس العلماء وطلبه العلم. ما حدث للامه لانه قد غيب العلماء او غابوا بفعل فاعل، وما زال الان بعض طوائف سرطانات دعوه. طوائف، هذه الطوائف تريد قدر الإمكان قتل أي علو لطلبة العلم أو لأهل العلم، تريد إخفاءها بأي طريقة، لأن هي تضعف أن تواجهها وتعلم يقينا أن ممكن أصلا الأتباع الكثر اللي عندهم يقلون، لأنهم سينكشف أمرهم قريبا أو بعيدا في ضعفهم العلمي وأنهم ليس عندهم إتقان علم. فلذلك يقاتلون من أجل إخفاء أي أحد من طلبة العلم أو من العلماء. ناهيك عن الهوى الذي يتحكم فيهم، أن من وافقنا كان شيخا نبيلا فاضلا عالما نحريرا وكان من الإتقان بمكان، وهو الذي علم ابن تيمية في قبره، لكن هذه كرامات نخفيها. ومن كان مخالفا لهم يعني إن لم يستطيعوا، إذا خافوا منه إن لم يستطيعوا، إن استطاعوا سبوا وعلموا أنهم يأمنون منه يعني قتلوه ذبحوه. فإن علموا أن له مخالب قوية
فايش يفعلون؟ اللي ما تعرفش تضربه، اللي ما تعرفش تضربه صاحبه، بالمثل المصري العجيب المعلوم. فهو هذا الذي يحدث الآن، كثير من يريد يغيب طلبة العلم ويغيب العلماء. مع أن أنا قلت قبل ذلك من أصول العلم كما قال يحيى بن معين: من ورد غيره وما هو أتقن منه في العلم فعليه أن يشهد، أن يسكت ويقدمه، لأن هذا من باب النصيحة لدين الله، وإلا فهو غش للأمة الإسلامية. أما يعمي على الناس أنه يعني أنه يتقدم أو أنه مثله، أو هذه تعمية على الناس وغش الأمة الإسلامية، والناس قال: من غشنا فليس منه، من غش فليس منا. يحيى بن معين يقول: وإن دخلت دويرة أو قرية ووجدت من هو أقوى مني أو أعلم مني بالحديث فحدثته فأحلقوا لي لحياتي واعلموا أني أحمق. لأنه بهذا هو الآن يغطي على من يستحق أن يتصدر. والقاعدة حتى اللغوية: تقديم من حق التقديم واجب، وتأخير من حق التأخير واجب. هذه مسائل لا تصح حال الأحوال. لو كانت المسألة على التعاون وعلى القول الفصل بأن نقول: لا، احنا ممكن أصلا نتعاون على البر والتقوى، لكن هذا يتقدم. كما قال بالضبط شعبة في أحد كان يداني شعبة من المحدثين، ومع ذلك قال: لو اختلفت أنا والثوري فقدموا الثوري فإنه أتقن للعلم مني، فإنه أحفظ للعلم مني. هذه مسائل دين وورع، مسائل ديانة. ما هم ليش فازوا؟ لما أبو بكر يسأل عن مسألة وما يجد نفسه ويعرف، نقول: أي أرض تقلين وأي سنة تظلين. ولما يسأل مثل أبي موسى الأشعري في مكان وهو العالم النبي، بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليمن قاضي عالم نبي، لكن كان في الأمة أو في مكاني ومحلي من هو أعلم منه، اللي هو من؟ ابن مسعود. فلذلك قال: لا تسألوني وفيكم هذا الحب. هذا أصل العلم. لما جاء الناس واكتظوا على أحمد بن حنبل وبين يدي خلف ابن الأحمر، قال: تعلمنا من كبرائنا ألا نتكلم بين يدي العلماء الكبراء. هو يعتبر كتلميذ عنده. هذه مشكلة كبيرة، مشكلة الآن في الأمة نعيش فيها أيضا، مشكلة ليست بالهينة، وهذه فيها كما قلت تلبيس وتدليس على الناس. والتلبيس والتدليس على الناس لا يفيد، لكن هو يفيد، بس يفيد الأغرار الأغمار اللي هم أصلا مش طلبة علم. فلو هو مش طالب علم، الأفضل أنه طالما ما يستحقش أن يكون طالب علم، الأفضل أنه أصلا لا يبكى عليه. لكن إذا كان طالب علم هذا الذي يحزن عليه. وأقول أيضا: لن يوفق يبقى في شيء من قلبه، لأن من كان صادقا فالله تعالى يصدقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الله يصدقه. من كان صادقا في هذا الأمر فربنا بيفتح عليه، إن لم يكن صادقا فإليك عنا، فإنك لا تدري أنك تفسد فينا ولا تصلح، لأنه لا يصح أن يكون طالبا للعلم. هذه بس نصيحة مقدمة. قبلها أقول: كيف تتعبد يا مغربي باسم الله العلي؟ دعك من بصري أو من نظري، أنا أراك الآن، مش كرامات أولياء، أراك بطرف عيني. تفضل قل لي ما الفائدة عند اجتماع العلي العظيم؟ لما آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن؟ ممتاز. يوم الاثنين عندك مؤتمر فنسكت عنه، نغض الطرف عنه. يوم الأربع كان لابد يكون مجيئك، هذا على حد قولك أنت. وسافرت الأحد الأربعاء ما كنتش موجود للمؤتمر، والأحد كنت موجود؟ والأحد كنت موجود؟ اليوم الأحد؟ لا، الأحد الماء. يا سلام، أنت تخصص إيه؟ قلب ولا إيش بالضبط؟ تخدير. ها؟ أنت اللي بتنام الناس بقى، عشان كده أنت وقعت على أناس لا ينامون، خلي بالك. أنا استأذنت منك. وأنا خلاص، وأنا أذنت في الأربعة الآن، بس أنا أسأل على الأحد الماضي وأسأل على السبت. انا سالتك، لما سالتك عن ايش؟ عن اي ماده؟ العقيده. يبقى وهذا العقد دخل في المؤتمر في الاستئذان. الحمد لله، اذا انا على صحه فيما قلت. تعرف اخي الكريم، بوابه العلم اتقان العقيده. انا اقول ارقى الناس علما، عشان تعلم، عشان تميز بين العلماء، ارقى الناس علما. العلماء هناك علماء لغه، هناك علماء، طبعا علماء اللغه لا يدخلون في المجتهدين في الامه، حتى الخلاف في العلماء الأصول هل يدخلوا في المجتهدين أم لا؟
طيب الوقت الآن العلماء بيختلفون على تخصصات يعني. فقلنا أرقى وأسمى منازل العلماء الفقيه المحدث الذي من الله عليه بالفقه الحديث كالإمام الشافعي كالخطابي كالبهائي أكثر فقهاء الشافعيين، لذلك كان يسمى ناصر الحديث. قلت وإن جمع الله له بين الفقه والحديث وعنده بعض الخلل في العقيدة لا يتقدم الناس، لا يتقدم الناس إلا إذا كان بحر فيما فعل نصر السنة كالبيهقي كالخطابي لهم لوثة أشعرية، لكن هم من الإتقان بمكان في السنة، لذلك يعني الذي عملوه من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا عظيما جلل. فدائما كنت أكرر الإخوة بوابة العلم إتقان العقيدة، البوابة التي منها تلج سريعا أن تتقن العقيدة، لأن الخلل في العقيدة تضيع. ما يقبل أي حتى العالم الذي يعلم الناس لو عنده خلل في العقيدة والخلل شديد وظاهر لا يأخذ منه علم. ولذلك الخلاف عريض بين المحدثين في رواية المبتدع، من كان الراجح صحيح أن العلماء رواها، وقد قيد المتأخرون من المحدثين بعض الضوابط لهذه رواية المبتدع كما سنبين في التدريس المصطلح، وإن كان حقا مثل البخاري مثل مسلم في عملهم العمل أصالة رووا عن بعض المبتدع بدون هذه الضوابط، وإن كانت حتى الرواية في لبدعته لكن بضوابط أخرى. الغرض المقصود بأن حتى المبتدع الخلاف فيه شديد أنك تعلم منهم. لا، أنا كنت دائما أقول للإخوة أنا في عند العمة أصفاري في الطلب كان أهم شيء عندي بعد القرآن إتقان العقيدة، فكنت أركز جدا في باب العقيدة أولا، مع أن أنا أحب جدا الفقه والحديث لكني تركت كل شيء وركزت أصالة في هذا الباب، لأن صحة المعتقد أنا قلت صحة المعتقد نقاء القلب صفاؤه سلامة الاعتقاد في القلب هي المحرك الرئيسي للجوارح، يعني العقيدة هي تحرك الفقه، الفقه يقول لك افعل ولا تفعل حرام حلال، العقيدة هي التي تحركه. التهاون في العقيدة لا أقبله بحال، تخديرك لا ينفع معي. إيش الحقنة الشديدة اللي أنت ممكن تقتل بها البشر في التخدير؟ ما لن تخدرني ولن أسكت عنك، أنت خلفت باب العقيدة وعذرك غير مقبول، لا تتحدث به، وأنا لا أفعل ذلك إلا من علمت أنه من الحرص بمكان فلا أضيع حرصه. فتفهم وتدبر ذلك لعل الله جل في علاه ينفع بك الأمة الإسلامية. طيب هنا نقول الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، نبدأ بالشرح. حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان أبو عبد الله هو الصحابي الجليل، شهد المشاهد بأسرها مع النبي صلى الله عليه وسلم دون بدر، فهو لم يحضر بدر، ولكنه أرجو بإذن الله أن يكون قد كتب من أهل بدر، لأن قصة تخلفي عن غزوة بدر أنه ذهب إلى مكة طاف مع أبيه فأخذه أهل مكة، فقالوا أين وجهتكم، إلى أين تريدون، فقالوا نريد المدينة، قالوا أنتم تريدون محمدا صلى الله عليه وسلم وتقاتلون معهم ضدنا، فقال حذيفة لا، ما نريد محمدا، لا نريد القتال معكم، وحتى تركوهم. فلما رجعوا لما ذهبوا إلى المدينة فقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الصفوف قد اصطفت، يعني التهيئة كانت لغزوة بدر، فجاء حذيفة فقص عليه القصة، وهم يعني كانوا اشترطوا عليه، قالوا إذن الوعد منكم أنكم لا 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 تجتمعوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا تذهبوا إلى المدينة فتقاتلوا فيكون القتال مع محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطوهم الوعد والعهد والموثيق على ذلك. فانظروا الأخلاقيات الإسلام السامية. فلما ذهب حذيفة وقص على النبي القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وهنا إنما الأعمال بالنيات وإنما الكل من نوى، هذا الذي أقوله أرجو أن يكون قد كتب معهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصة بعدما قص عليه القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهذا طبعا في بعض العلماء في خلاف في هذه المسألة، نحن لو وعد المسلم الكافر على خلاصه من أمر معين هل له أن يفي أم لا، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤسس للأمة بأسرها أن الأصول الخلقية الإسلامية لابد أن نعمل بها، كما قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك، فقال لا
نفي لهم بعدين ونستعين الله عليهم. ثم بعد ذلك شاهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان من فضله العظيم أنه كان تقيا نقيا, كان عابدا لله جل في علاه, كان يقرأ, كان يصلي بالناس إماما, وبكى بكاء عظيما, وفر الناس بعدما خرج الناس وهو يسبح لله جل في علاه, ازداد بكاءه, وكان يعني بعض الجالسين يسمعون ذلك, فلما نظر وجده قال لا تحدث أحدا بما رأيت. فكان تقيا نقيا, كان بكاء, كان تاليا لكتاب الله جل في علاه, عاملا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن ثمة فضيلة لحذيفة غير أنه صاحب من الصحابة الذين قال فيهم الله جل في علاه من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها, قال علماؤنا من أفضل الفضائل أن حذيفة رضي الله عنه وارضاه هو أعلم الناس بالفتن. هذه آية من الأهمية بمكان, لأن النبي أنس كان يقول بأن النبي أعلم الناس بالفتن بحديث الفتن. أنس كان يقول ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هو حتى يقول بعدما دفننا المسنة تنكرنا قلوبنا, يعني هم وجدوا المسألة خلاص أظلمت المدينة, استنارت المدينة بدخول النبي صلى الله عليه وسلم, فلما مات يعني أظلم كل شيء من المدينة كما وصف أنس رضي الله عنه وارضاه. حذيفة كان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني, من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه, ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه, وهذا علم بصيرة نافذة. ولذلك هو الذي تحدث بحديث الفتن عندما قال تعرض الفتن على القلوب عودا عودا, كما في حديث عمر الخطاب. عمر الخطاب يسأل, يعني سأل الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاه, سألهم من يحفظ الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن, فقال أنا يا أمير المؤمنين. قال هاته لله درك, وفي الرواية الثانية قال له لله أبوك, أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك عليه لجريء هاته. فقال فتنة الرجل في أهلي ومالي يكفر الصلاة والصيام, قال لست عن هذا أسأل. يعني رجل لو فتن حتى بأهلي ومالي فالصلاة الخمس والصيام والعمرة والصيام كفارة. فقال النبي فقال عمر الخطاب ليس عن هذا أسأل. قال على ما تسأل يا أمير المؤمنين؟ قال أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. فقال ما لك ولها, ويعلمه قال ما لك ولها, بينك وبينها باب, بينك وبينها باب. فقال له عمر الفاطن اللبيب, وانظر كيف ما نحن فيه, اللهم انقذنا يا رب العالمين من الفتن. فقال له عمر الخطاب أيكسر الباب أم يفتح؟ لو فتح وجاءت الفتنة قد نؤمل خيرا, وين الخير؟ يغلق ثانية. هو قال أيكسف الفقه ليعلم هل بعد هذه الفتنة هل في صد لهذه الفتنة, أو الفتنة سيكون لها استطالة, وهذا الذي حدث انتشار واستطالة. فقال له يا أمير المؤمنين يكسر الباب ولا يفتح, يكسر الباب. قال إذن إيش؟ لا يقوم مرة ثانية. علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الباب إذا كسر جاءت الفتنة بكل قوتها ولا يمكن أن يفتح أن يغلق مرة ثانية. فإذن أصبح وصار باب الفتن على مصراعيه, وهذا الذي نحن نعيش فيه. كل زمان ما يأتي تأتي الفتنة يرق, كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال يرقق بعضها بعضا. رجل يرى الفتنة يقول هذه مهلكتي, فتذهب كأنها لم تكن, فتأتي ما هي أقوى منها فيقول هذه 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 مهلكتي, اللهم انقذنا من الفتن يا رب العالمين. وذلك الإنسان يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه, الفتن لا يقف أمامها أحد. حتى العلماء لابد أن يتجنب العالم الفتنة إلا أن يتصدى لها, فلابد أن يبدد ظلماته. وحذيفة لما قال ذلك فقال يكسر الباب قال أو يفتح قال يكسر. ثم قال الذين سمعوا الرواية من حذيفة قالوا أكان عمر يعلم من الباب؟ فقال حذيفة نعم, إني حدثته بأحاديث ليست بالأغاليط, عمر كان الباب. وهذا الذي حدث, قتل عمر والفتنة استطالت. جاء بعدها مقتل من؟ مقتل عثمان. ولذلك قال أنس قتلوه وزعموا بقتلي أنهم أرادوا خيرا. فقال لو كان في قتله خير لحلبوا بعده لبنا, ولكنهم قد حلبوا بعده إيش؟ دما عبيطا. حلبوا بعده دما عبيطا, قتلوا علي بن أبي طالب, وأرادوا قتل عمرو بن العاص, وقتل أيضا معاوية بن أبي سفيان, ثم قتل الحسين, ثم بعد ذلك وقتل ابن الزبير, ثم القتل استشرى في الأمة. والفتن ما زالت إلى يوم الناس هذا تتكاثر تزداد, استطالت كلما حسب أنها انتهت كما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم استطالت. فقال
حذيفة هو أعلم الناس بالفتن، قال ومن أراد أن يعلم أصابته الفتنة أم لا انظروا، لأن الذي سيأتي اكتبه بماء العين. الآن ستميز أنت بمن تأخذ منهم ومن لا تأخذ منهم. فقال حذيفة ومن أراد أن يعلم من أصابه الفتنة هل هو من أصابه الفتنة أم لا فليرى كلامه قبل الفتنة وبعد الفتنة. فما كان يراه حلالا قبل الفتنة ثم رآه حراما، وما كان يراه حراما ثم رآه حلالا، فاعلم أنه ممن أصابته الفتنة. وإن كان مما أصابته الفتنة فتجنبه، الأول لك أن تتجنبه لا تلتصق به. وهذا كلام كما قلت يكتب بماء العين بماء الذهب. قال أن ترى ما كان يراه قبل الفتنة حلالا فرآه حراما، أو من كان يراه حراما فرآه إيش انقلاب الأحوال. لذلك قال حذيفة بعدما قبل أن يقول ذلك ليبين للناس الأدلة، قال وتعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. والنكتة السوداء هذه التي تجعل الران على القلب فلا يستطيع أن ينجلي له الحق في هذه الفتن، فتنقلب عليه الأحوال فيقلب ما كان يقول حلالا حراما وحراما حلالا. فقال فمن رام أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر في قوله قبلها وينظر في قوله بعدها، فإن كان يرى حراما فجعله حلالا أو يرى حلالا فجعله حراما فاعلم أنه قد أصابته الفتنة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا جميعا ويحفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حذيفة ابن اليمان كان هو صاحب السر، حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم في الذين أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأسمائهم من المنافقين. والعجيب أن عمر الخطاب كان يلتصق بحذيفة. أمير المؤمنين هو الإمام، ومع ذلك كان لا يأتم إلا لا يؤم الناس إلا أن ينظر في واحد مثل حذيفة. كانوا يقولون كان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة حتى يرى في الصفوف حذيفة، فإن لم يرى حذيفة مشى. ليش؟ لأن حذيفة قلبه طيب وشعره جميل، هو فلما صح ليش بقى ها يعلم ايش مهمة الفصل بقى يعلم ايش انا اعلم. طب وايش فيها لما يعلم اسم المنافقين لا يصلي عليه، ان الله قال ولا تصلي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. فلذلك ينظر ان وجد حذيفة صلى، ان وجد حذيفة لم يصلي. والعجيب ان عمر جاءه يبكي ويقول حذيفة أسماني لك رسول الله رسول الله، ألسنا أحق بذلك؟ والله ما أدري كيف ننجو مما نحن فيه، يعلم الله الفتنة بتعصف بنا وتستقي صباحا مساء، ولا نجد أعوانا على الخير. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تجدون على الخير أعوانا ولا نجد على الخير أعوانا. المشكلة أن نحن في فتن قد تعصف بنا ونحن لا ندري، يعني نحن في الفتنة يعني نعيش فيها كأنها سنة، نعيش لا نراها فتنة. وهذا أيضا من شدة البلاء علينا، يعني إذا أراد الله هلكتنا لم يبصرنا بهذا الأمر، نعيش ونحن في فتنة ولا نعلم أنها فتنة، مصيبة. فعمر الخطاب يعني قلبه يرتجف ويقول يا حذيفة أسماني لك رسول الله؟ هو الذي جاءه مثلا مبشرا بقصر في الجنة ويخشى على نفسه من النفاق، اللهم احفظنا من النفاق. لذلك الحسن البصري كان يقول لا يأمنه إلا منافق، لا يأمن النفاق إلا منافق، لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. اللهم ارزقنا الإيمان يا رب العالمين. هو سيدنا عمر، أنا بس أنا أحب أعرف منطقه إيه في سؤاله سيدنا، هل هو لو تفكرنا بشكل عقلي هو كان منطقه هو بيسأل سيدنا حذيفة على المنافقين وهو رسول الله بشر في قصر من الباب في الجنة وقال له عمر لولا حياة لولا علم بغيرتك. ممتاز ممتاز، سأقول لك منطقه في هذا أن قلبه يرتجف لأنه لا يأمن مكر الله، يعلم أن حتى وبلغ رسول الله يقول عندما كنت عند رسول الله بحال طيبة بشرني بذلك، قد ينقلب حالي في آخر أيامي فأضيع. وإن رجل أعمى بعمل أهل الجنة وما يبقى بينه وبينها إلا ذراع. وطبعا عندك آية مرعبة تريحك من هذا الباب، قول إبراهيم الخليل، إبراهيم ولا عمر؟ هو وإبراهيم يأتيه من؟ جبريل. وهو من أولي العزم الرسل، هو سيد الرسل، ما تقدم عليه إلا من؟ إلا ابن محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقول واجنبني وبني نعبد الأصنام، فالأمر سهل يسير فيها. ولذلك أن نقول المؤمن لابد أن يكون بجناحي، جناح الخوف وجناح الرجاء، هذا هو.
طيب المسألة المبحث الثاني في الحديث نقول هذا حديث متفق عليه الحمد لله. طبعا إذا قال بخاري إذا قال مسلم إذا قال متفق عليه فقد كفانا مهونة البحث ومتفق عليه هذه أعلى درجات الصحة. وعلماء العلماء المحدثون يعني من باب تعليم أيضا الإخوة في هذا الباب العلماء المحدثون يرتبون مراتب الدرجات الحديث إلى مراتب 4 أو مراتب 5 من أعلى درجات الصحة المتفق عليه بين البخاري ومسلم لأن الأمة تلقت الكتابين بإيش؟ بتمام القبول لا بالقبول بتمام القبول ثم من فرض به البخاري ثم من فرض به مسلم لأن العلماء اتفقوا على أن شرط البخاري في كتابه صحيحي أقوى من شرط مسلم شرط ثم البخاري ثم مسلم لأنه أخف شرطا من البخاري ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجا عن كتاب المستدرك للحاكم يأتي بحديث يقول وهذا على شرطهما ولم يخرجا يعني توفرت فيه الشروط في الراوي الذي يؤخذ استقراء من اشتراط البخاري أو مسلم ما كان على شرطهما ما كان على شرط البخاري يقدم ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما كان بعد ذلك في السنة يعني مرتبة السنن بعد مرتبة الصحيحين والترتيب على شرط الصحيحين وهذا الحديث متفق عليه فهو في أعلى درجات الصحة وحديث أم سلمة أيضا متفق عليه في أعلى درجات الصحة. المعنى العام لهذا الحديث نرى أن هذه الشريعة الغراء لها مراعاة عظيمة جدا لطبقات المجتمع ولأنها تريد أن تزيل مسألة الحقد والحسد بين الناس إذ الحسد مهلك والحسد والحقد على الناس مهلك جدا الطبقية في أي مجتمع تهلكه تفسده لأنه لطالما الحاقد يملأ قلبه حقدا وحسدا على من يعني يراه في عيش رغد وهو لا يرى الطعام ولا الشراب الذي يكفيه ولا يكفي أهله فتراه بعد ذلك يصل إلى القتل إلى السرقة إلى فالمجتمعات تفسد فسادا عظيما بمسألة الطبقية التي ليس فيها شيء من العدل لكن هذه الطبقية غني وفقير فنقول هذه الطبقية في الإسلام موجودة وليست الطبقية المعروفة المعلومة الفساد طبقية في الإسلام أن هناك ثري وهناك فقير لكن لاحق طبقية لا أحقاد فيها إن صح التعبير هذا مش من باب المشاكلة إن صح التعبير طبقية لا حسد فيها لا قتال فيها لا فساد فيها لما؟ لأن هذه الطبقية وجب على الغني أن يعطي الفقير ليس تتمنى بالمن عليه وليس إيش وليس بأنه يظهر غناه لا ده وجوبا ولزاما لأن الله قد افترض عليه هذا المال لهذا الفقير لأن لا يمن عليه هذا ليس من المن عليه لذلك يصعب جدا أن تتصور المتصدق وأن يكون تقيا نقيا أن يمن على من يعطيه الزكاة ليس هذا حق الفقير أصالة هذا لزاما أن ولذلك نرى أن هذه الزكاة قد أزالت مسألة الأحقاد الطبقية الموجود فهنا الشرع له مراعاة عظيمة جدا لإزالة الحسد والحقد بين الناس لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عباد الله إخوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا لا تدابروا وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر السلام بينكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الجود والكرم وأن هذا من صفات الله جل وعلا وهي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يطلع فيه شمس إلا وإن الله جل وعلا يوكل ملكين يقولان يدعوان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا بل أقسم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم على إنه ذكر من الثلاث قال ما نقص مال من سرقة بحال من الأحوال وأن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قال يا ابن آدم انفق علي ولذلك كان يقول انفق بالله ولا تخشى من ذي العرش إقلالة أنت ما أنفقت إلا وأخلف الله عليك لذلك هنا نرى أن المراعاة مراعاة إزالة الحسد وكسر القلوب بهذا التشريع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى للمرء أن يشرب في أنية الذهب والفضة والآخر لا يرى خشب أن يشرب فيه فهذا يجعل الحسد موجود بين الناس فلو أخذ الرجل وأنت دائما حتى في مصر عندنا حكمة العوام التي توافق الأحاديث والآثار كانوا يقولون إيه ده مولود وفمه إيه هبص كل حافظ ما لا ده مش هي هذه تشيع الاحساد بين الناس فانا اقول اصاله انظر فيها انكار اهو الان انكار من العوام يقولون بهذا القول لذلك منع الشرع الشرب في الاناء الذهب والفضه الاكل في اناء
الذهب والفضة، وهناك لا يجدون شيء خشبا يضعون فيه المشروب ولا المأكول. ومن باب آخر فإن الشرع الحنيف يقطع مادة الكبر والخيراء التي توجد في قلوب الناس، لأنه المتكبر لا يدخل الجنة بحال من الأحوال. المتكبر لا يدخل الجنة، نقول لا يدخل الجنة من أول وهلة، أو يستحق العذاب وإن كان متكبرا والتكبر وصل به إلى الكفر، فإنه لا يدخل الجنة أبدا ويكون خالدا فيها، لا سيما أنه في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك نرى أن التشريع الحنيف شرع هذا الشرع العظيم وقال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، إما للخيلاء وإما لكسر قلوب الفقراء، وإما أيضا لمشابهة أهل الجنة. والآن السلام أنكر على العلماء، أنكر على من تشبه بأهل الجنة، لأن هذا نعيم، نعيم في الجنة وليس في الدنيا. لذلك قال أن السلام لعمر المخطاب: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا ولنا الآخرة، فلا نتعجل شيئا أخره الله جل في علاه. هذا بالنسبة لعموم الشرح في هذا الحديث أو في هذين الحديثين. نقول المسائل الفقهية تتعلق بالحديثين. المسألة الأولى قول السلام: لا تشربوا، والأصل في النهي الكراهة ما لم يدل دليل على الاستحباب. ممتاز. يبقى الأصل في النهي الكراهة ما لم يدل دليل على التحريم. الأصل إيه يا شطار؟ التحريم. وإيش الدليل يا شطار؟ ما في طالب علم إلا ومعه دليل. أنت مشكلتك لا تتعب في البحث، شغال فهلوي، وإن كنت ذكيا لكن الفهلوة لا تثمر، لا تثمر علما. هات ممتاز. ومن هاكم عنه فانتهى. لكن هذا في إيش؟ في الوجوب. فانتهوا أمر، ها فانتهوا أمر. أيوة إيه هي الإجابة صحيحة، لكن أنت مش هتعرف تفسرها. لكن هي الإجابة صحيحة. الأمر العملي، مش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر كما جاء في الحديث اشتد الجوع بالصحابة، لم يجدوا ظهر، لم يجدوا شيئا يأكلونه، فأخذوا الحمر الأهلية على العادة أنهم كانوا يأكلون الحمر الأهلية، فذبحوه وغلت القدور بلحوم الحمر الأهلية. وتهيأ الناس ليش؟ لذلك تعرف الرجل الذي يعني في جوع شديد ونضج الطعام وهيأ نفسه للطعام، ماذا يحدث؟ لا يسمع، لا يرى، لا 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 يمس شأن ولا يحس بشأن، إلا إيه؟ إلا ما أمامه. ومع ذلك جاء الصارخ فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفأوا الخضر وتركوه. لو كان الأمر على الكراهة لقال منهم الجائع جدا، لقال إيش؟ خلينا نأكل. الأمر على الكراهة أقصاها لا يأثم المرء، لكن لما علموا أن النهي الأصل فيه التحريم أكفأوا الخضر. ولذلك لما قال أنس قال: دارت الكؤوس على الرؤوس، كؤوس الخمر، ثم صرخ الصارخ وقال: أنزل الله في الخمر، فهل أنتم منتهون؟ فألقوا الكؤوس في التو والحين وقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. الأصل في نهي التحريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في نهي الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فالأصل في نهي التحريم، وهذا قال به جمهور الأئمة من السلف والخلف، بل نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك. ونقل الإجماع من النووي لا تأخذ به، إجماعات النووي لا يؤخذ بها. أنا شافعي ولكني أريد الإنصاف، إجماعات النووي لا يؤخذ بها، لا يؤخذ بها. نقل الإجماع على التحريم الشرب أو الأكل، الشرب والأكل في الإناء الذهب والفضة، وهذا الإجماع لا يؤخذ به. والحق بأنه ورد بعض الخلاف، حتى ورد في الشافعية نقل عن الشافعية في القديم أنه كان يقول بالكراهة، لا يقول بالتحريم، يقول بكراهة التنزيه. والذين قالوا بالكراهة وجهوا توجيها آخر، لما قالوا بالكراهة وجب علينا محاربة هذا القول، فنقول لهم إرادا، نقول لهم إيش يا شيخ عبد الرحمن؟ لا تشرب. من الذي يتكلم؟ ليش تتبرع؟ سألتك لا تتبرع حتى أسألك. إيش بقى العارض؟ سيب الدليل. إيش عارض؟ إيش عارض عليهم؟ ما الذي سيرد عليهم عندما يقولون لا تشربوا هذه الكراهة وليس التحريم؟ نعم تتبرع، خلاص يبقى نصدر الباب في الأسئلة به. أي متبرع إن شاء الله أنا أجعله هو إيه؟ مقدمة الناس في السؤال. نعم سنقول لهم نحن ندين الله ونعلم يقينا في جمهور الخلف والسلف بأن الأصل في نهي التحريم. إذا قلتم لا الكراهة قلنا لكم ائتونا بالصرف، فالصرف عندهم نظري. قالوا لأن السياق يدل على أن المسألة التزهيد، لنا للتزهيد في هذه الدنيا وما فيها.
الزهد والزهد في الدنيا في الدنيا الزهد في الدنيا في طبعا في غير الحرام هذا ليس بواجب هو على الاستحباب والزهد في المحرم واجب لكن الزهد في الكراهه مستحب وليس واجب مستحب وليس بواجب لذلك قالوا السياق من المفسرات والسياق هو الصارم لانه قال فانها لهم في الدنيا ولكم في الافساد فيها لا يعني حتى لا تتعجلوا ثمرة هي لكم في الآخرة وهذا طبعا كلام ضعيف لكن أبين فقط أقوال العلماء نرجح الراجح وأما داود الظاهري فقد قال بأن التحريم خاص بالشراب لا بالطعام يعني لا تشرب في أنس الذهب والفضة فإن أكلت فلا شيء عليك الشراب في الذهب والفضة لا يجوز طبعا في كثير جدا من النساء وبيوتاتنا كلها في هذا الباب فيها كؤوس عليها دائرة من الذهب وفناجيل القهوة نفس الأمر في يد مذهبة وإن كانت مطلية أو إن كانت ذهبا كل ذلك يدخل في هذا الوعيد وسنبين بأن هذا على الحرمة هو كبيرة من الكبائر نستحسب أو شو أنها في خلاف كراهة الآن هي كبيرة من الكبائر كما سنبين فإذا قال داود الظهري قال المسألة خاصة بالشرب لا بالأكل فيريد أن يأكل في عينية الذهب والفضة ولا يشرب في عينية الذهب والفضة فقال علماؤنا اعتذارا لداود الظهري قالوا أنه لم يبلغوا حديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا حديث أم سلمة الذي يشرب في عينية الذهب والفضة فكأنما يججر في بطن نار جهنم فقالوا لم يذكر الأكل الطعام وطبعا حديث حذيفة ظاهر منصوص عليه في الطعام فلذلك وأيضا النووي لا يعتبر كلام الظاهرية يعني حتى لا يقال طب النووي كيف أين هو من كلام الظاهرية النووي لا يعتبر الظاهرية في مسألة الإجماع لا يعتد بهم يعني لا ينخرم الإجماع بمخالفة الظاهرية عند الإمام النووي هذا أيضا فيه شيء من النظر وإذا نقول مسألة فيها بعض الخلاف لكن حقا اتفق السلف والخلف على حرمة الشرب والأكل من آنية الذهب ومن شرب في آنية الذهب والفضة فقد وقع في الإثم وقع في الإثم وقد قال بعض علماؤنا بل وقع في الكبيرة وإن اعتاد على ذلك سقطت عدالته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنما يججل في بطن نار جهنم استحق النار وهذه من الأساليب التي تعرف استقراء عن النبي صلى الله عليه وسلم بضابط الكبائر ضابط الكبائر قال علماء ان كان فيها حد وان كانت ايش ان جاء فيها النص على الوعيد الشديد والنهي الاكيد وهذا وعيد شديد لانه قال انما يججل في بطنه نار جهنم فهذه دلاله واضحه جدا على الوعيد الاكيد والتوعد بالنار دلاله على الكبائر يبقى اذا من شرب في اناء الذهب او الفضه فانه قد وقع في كبيره فانظر الى هذه المصيبه الكبرى وكثير من نسائنا يفعلون ذلك ويشربون في اناء الذهب والفضه او المغلف بالذهب ويعني كانهم لا يتورعون او كانهم لا يعلمون بان هذه المساله مساله عند الله ليست بالهينه فانها كبيره من الكبائر وايضا قد نقول بانها كبيره لانها وسيله الى الكبر وان كانت وسيله الى الكبر والخيلاء فبالاتفاق الكبر كبير كبر القلوب كبير لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر هذه المساله الاولى في هذا الباب واما المساله الثانيه ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره فانها لهم في الدنيا لمن للكفار للمشركين لأهل الكتاب من اليهود والنصارى وهذا ظاهر جدا كما سنرون في آنية أهل الكتاب قال فإنها لهم للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة هذه فيها إشارة أولا بأن الله تعالى قد يترك الدنيا لهؤلاء يعطي الدنيا لهؤلاء وهذه أيضا فيها إشارة لأن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا ومن يحب قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة لكن الدين لا يمكن الجوهرة الثمينة لا يمكن أن يعطيها الله إلا لمن استحق لذلك بعض طلبة العلم قد عصى معصية وحدث نقاش بينه وبين عياره بالمعصية فقال له تعال نفهم بس أنت الآن أين أنت من العلم لا شيء هو طالب العلم قال له وأين أنا من العلم وإن الله ليس بمغفل يعني ليس بمغفل إن الله تعالى ها ليس بمغفل يعني الله تعالى ليس غافلا أن يضع الجوهرة إلا في محلها فإن وجدت عالما فاعلم أن الله اصطفى على الناس إن كان عالما تقيا نقيا إن كان عالما عاملا هدف العلم بالعمل إلا فإن أجابه إلا ارتحل فالله تعالى يظن إن صح التعبير بالجوهرة أن تقع في غير إيش مستحقية في غير مستحقية فلابد أن تعلم هذا جيدا في هذا الباب الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لهم في الدنيا إذن الله تعالى أعطاهم الدنيا وفتح عليهم أبواب الدنيا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأرد الحصير قد علم على ظهري فقال يا رسول الله أنت تنام على الحصير يعلم في ظهرك تنام أنت على الحصير باكا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مندهش ما يبكيك يا عمر؟ قال: أنت 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 رسول الله، أعظم أعظم من وطئ التراب، أنت رسول الله، تنام على الحصير، على الحصير، وهؤلاء كسرى وقيصر ينامون على الفراش الوزير الحرير. فقال له: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا ولنا الآخرة؟ هذه الملحظ الأول أو الملاحظة الأولى في قولي: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الملاحظة الثانية أو النظر الثاني في هذه الجزئية من الحديث: فإنها لهم في الآخرة ولكم في الآخرة، هذا إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بالواقع وليس إقرارا، هذا إخبار بواقعهم، واقعهم أنهم يتعالون، واقعهم أنهم يترفعون، يتمتعون بهذه الدنيا، يسعون سعيا حديثا لامتلاك الدنيا فقط، فيشربون في آنية الذهب والفضة، هذا الواقع. وليس هذا الإخبار فيه شيء من السياق يدل على الإقرار، بل السياق يدل على أنه أنكر ولم يقر، لأنه قال: ليس لهم في الآخرة، وهذا إنكار. ليس إخبار السلام بواقعهم، واقع أهل الكتاب أنهم يترفعون، أنهم يتمتعون بالدنيا بالشرب في الذهب، في آنية الذهب والفضة، مفهوم ولا لا؟ في آنية الذهب والفضة. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهذا بإخبار عن الواقع وليس بإقرار لما يفعلون، يعني ليس حلا لهم أن يفعلوا ذلك، مفهوم؟ والدلالة على ذلك أنه قال: ليست لهم في الآخرة. إذن وقع في المحظور، والأمر العام الذي يبين لنا بأنهم وقعوا في المحظور وأنه لم يحل لهم أن يستخدموا هذه الأواني بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. هذا شرحناه في الأصول وفصلنا فيه: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من ولم نكن نطعم المسكين. فهذه فيها دلالة على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، مفهوم ولا غير مفهوم؟ يعني إذا هذا دلالة واضحة جدا على أن المسألة على الإنكار وليست على الإقرار، فهم مخاطبون بفروع الشريعة. المسألة الثالثة أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فيها التنفير من مشابهة أهل الكتاب، فيها التنفير من مشابهة أهل الكتاب، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا بد من التباين بين أهل الكتاب، لأن المشابهة في الظاهر تدل على المشابهة في الباطن، والمشابهة في الباطن تجر إلى الموالاة، والموالاة الظاهرة تجر إلى المودة في الباطن، ومودة أهل الكفر في الباطن دلالة على انتفاء الإيمان في القلب. فهمتم باللزوم؟ وصلنا لإيش؟ مشابهة أهل الكفر في الظاهر تجر إلى الباطل، ثم وتجر أيضا إلى الموالاة، والموالاة تجر إلى المودة، والمودة ينتفي معها الإيمان. وهذا ليس من عندي نفسي، قد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: لا تجد، انتبه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء وأخوانهم إلى آخره. المودة لأهل الكفر دلالة على انتفاء الإيمان في القلب، ترضي الكافر بإذائك للمؤمن، هذه أم المصائب، هذه دلالة على ضعف الإيمان أو انتفاء الإيمان. إذن هنا لما يقول السلام ذلك ينفر المسلمين من الاقتراب بالتشابه بأهل الكفر، وهذا جاء صريحا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والله جعل يقول: يا الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود ونصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، والله جعل على يبينه ولطيف الخبير. الله جعل يقول: وإذا أخوكم قالوا أمن تدليسا، وإذا لقوكم قالوا أمنا ودخلوا عضوا عليكم الأنامل إن الغيظ، قل موتوا بغيظكم. وقال الله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. فهو يبين لك الآن من تشابه النبي صلى الله عليه وسلم، أوحي إلي أنه من تشابه بقوم فهو معهم، لأنه لو تشبه بهم دلالة، تشبه بهم دلالة على حبهم، دلالة على مادة التشبه بهم دلالة على حبهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال: لتتبعن، انظر هذا إقرار ولا إنكار، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في بعض روايات السنن إيش قال؟ قال: ولو نكح أحدهم أمه لوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، وقد وجد. هذه القصص وردت كثيرة، بل هي أسئلة جاءتني. ولد كان لا يعاشر إلا أخته ولا يشتهي إلا أخته، أقسم بالله هذا صريح، وحملت منه حتى سألني ماذا أفعل، ماذا أفعل، أنا قتلت مما سمعت. لكن وجد في الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو وجد فيه من ينكح أمه لو وجد في هذه الأمة من ينكح أمه. لتتبعون سنن الذين من قبلكم، هذا إنكار وليس بإقرار، لا سيما أن السياق العجز يدلك على ذلك، أنه قال: لو وجد في هذه الأمة من ينكح أمه، وهذا تنفير منه.
لأن أصول الشرع تأبى ذلك وتنكر ذلك، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الشرع. لذلك نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا بأن آخر الزمان سيكون، والله تعالى كأنه يعني الله جل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني أوحى إليه من الغيب هذا، فقال، وهذا صحيح، أوحى إليه الغيب فتكلم به، فقال النبي أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغيب فتكلم به فقال لتتبعن في آخر الزمان، وحتى في الزمان القريب، لكن قرون الخيرية كانت تتباين من الموالاة والمشابهة، فقال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدختموا. لذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم المادة الفاصلة الحاسمة في التباين العظيم بين أهل الإسلام وأهل الكفران والعصيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتزروا وتسرولوا، يعني البس الإزار تحته، البس السروال تحت الإزار، وإن تتعجبوا من ذلك لا لما، قال مع أنه يكفي في الغطاء لكن هذا أقوى سترا. قال صلى الله عليه وسلم اتزروا وتسرولوا فإن اليهود تتزر ولا تتسرول. أنا صدرت الباب بهذا لما؟ عشان تعلم حتى في مسائل اللباس يبين السلام في خفاء الأمور لابد من المباينة، لو بينام على جنب لا تنام على هذا الجنب. قال اتزروا وتسرولوا ولا فإن اليهود تتزر ولا تتسرول. وأيضا السلام قال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبغوا اللحى فإن اليهود لا تصبغ مخالفة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السدل، سدل الشعر، لأن اليهود كانوا من أهل الكتاب وهم أقرب إليه بالسدل، فلما أمر الله تعالى بالمباينة العظيمة فرق شعره من أجل المخالفة. لذلك قال بعض اليهود منهم قالوا ما هذا الرجل لا يرانا على شيء إلا خالفنا فيه. وكان أصل الأصيل عندهم الذي قسم ظهورهم بأن السلام كان يستقبل قبلتهم وهي بيت المقدس، فأمره الله أن يخالف ذلك ويرجع إلى قبلة أبيه ويستقبل الكعب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فإذا الأصل بذلك لما قال السلام فإنها لهم في الدنيا وفي الآخرة، هو يؤصل لنا تأصيلا عظيما، مباينة عظيمة بين أهل الإسلام وأهل الكفران. لذلك نقول الآن القزع نهى عنه السلام، اللباس الذي فيه شبه بأهل الكتاب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن عقد اللحية، لأن عقد اللحية إيش؟ كان من فعل من؟ الأعاجم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون الرجل المتكلم جالس وهم قيام، قال لا تقوموا على رأسك كما يقوم الأعاجم على أمرائه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بالمباينة التامة من تشبه بقوم فهو معه. لذلك حرم المكوس بين أيديهم، حرم المكوس في أراضيهم. ففي سنة أبي داود قال سلم برئت الذمة، أو في رواية قال أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لا ترى نارهم. لابد من الابتعاد لأمور كثيرة، منها هذه المحبة والمولاة والمشابهة. الأمر الثاني المهم جدا هو أن الله جل في علاه وإن أمهل أهل الكفر قد اقترب الميعاد بالعاصفة التي تأخذ كل أهل الكفر، فإن كان فيهم من أهل الإسلام يذهبون معهم ويبعثون على نواياهم. قال الله جل في علاه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، يعني تعم، بل هي تعم. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة نفي المشابهة بين أهل الإسلام والإيمان وأهل الكفران والعصيان. حتى في الجلوس قال هذه قاعدة أهل إيش؟ أهل النار. فلذلك قال بالمباينة. طب نحجز الأسئلة للنهاية. نعم ممتاز، جزاك الله خير. عندنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللح وحفوا، مش حفوا جزه اللي هو يعني بقى أبيض من اللبن، هذا أصلا ليس من فعل السنة هذا، بل الإمام مالك سامحوني لو واحد فعل ذلك يبقى هو يرجع الإمام مالك يكلمه. الإمام مالك قال عليهم أن يعذروا يضرب بالجريد ونعال لو فعل ذلك على هذا، لأنه بهذا تعتبر كمثلة. وأما الاحتجاج بابن عمر أنه كان بيجوز، إحنا عندنا حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب، والعلماء حملوا الجز على الحف. ليش؟ لأن المغيرة بن شعبة قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وافر الشوارب شديدة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعال، فأخذ أول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل السنة، وإذا فعل الأفضل والأكمل، صحيح ولا لا؟ فوضع السواك على الشارب ثم قص الشارب، وضع السواك يدل على الحف هنا والجز ولا يدل على التخفيف؟ طيب إنه قال والجمع بينهما أيضا الحف عند الشفة،
حتى لا تنزل في الطعام فقط بهذا. والأصل فيها مجانبة ومخالفة إيه؟ أهل الكتاب. أهل الكتاب يوفرون جدا الشوارب ويحفون اللح فخالفة. والصبغة أيضا صبغ اللحية قال خالفوا فيها اليهود والنصارى. المسألة الرابعة قال السلام إنما يجرج في بطن نار جهنم، وهذا الوعيد الأكيد. قال الذي يشرب في إناء الفضة، وهذا كما قلنا فيه الوعيد الأكيد. وأيضا قال السلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. النص جاء على الشرب وعلى الأكل، فهل هو خاص بهما؟ هل نقف معهما أم الأمر يتعدى؟ يعني إيش يتعدى؟ يعني هل لنا أن نستعمل أواني الذهب والفضة في غير الطعام والشراب أم لا؟ أن نضع فيها البخور، البخور والطيب من أجل المسجد، من أجل الثياب، أو أن نأخذها زينة نجعلها أطباق، كما أنت تدخل مثلا بيتا من البيوت ترى السقف مذهب، صحيح ولا لا؟ أنا لم أرى ذلك ولن أراه إن شاء الله إلا بأذى ربنا رزقني بالجنة، لكن حدثت بأن فيه يعني السلم الذي يصعد عليه سلم مكسي بالزلاء فيه، ولا أنا بنتكلم على عروس البحر يعني مش خيالات، يعني موجود نعم فيه. فيعني هل استعمال هذا استعمال أم لا؟ أيضا في بقى كل منا يرى ذلك، أنه رجل معاه مفتاح السيارة له من فضة وسلسلة من فضة، هذا استعماله الآن. فهل المسألة واقفة على الأكل والشرب أم المسألة تتعدى عن كل الاستعمالات؟ النووي ينقل الإجماع على أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة بالإجماع في كل المجالات، والأشد تأكيدا في مجال الطعام وإيش والشراب، وهذا حقا ده قول الجمهور، لكن النووي نقل الإجماع. ردد علي قاعدة النووي يا أستاذ يا شيخ عبد الرحمن. ممتاز، انت ما شاء الله مكينة حفظ، اللهم ثبت الحفظ له يا رب العالمين، اللهم اجعله خلاص لوجهك الكريم. نعم ممتاز، هذا هو. احنا اجماعات النووي لا يمكن ان تقف معها بحال من الاحوال، حتى اجماعات ابن عبد البر في كتابه، اجماعات ابن المنذر ملاحظه ايضا، وحتى الاجماعات التي نقلها كثير من العلماء فيها نظر، فيها نظر. طبعا ناهيك على اجماعات ابن جرير الطبري، لان ابن جرير الطبري يرى بان الغالب ينزل منزله الايه؟ الكل، وهذا ليس بصحيح. الاجماع لابد من اجتماع مجتهدي هذه الامه. نقل انه الاجماع على انه لا يجوز استعمال الذهب والفضه في غير الطعام والشراب، ايضا كما انها حرام في الطعام والشراب. الاجماع هذا منخرم كما سنبين، لكن يستدلون ايضا بذلك على من ذلك بدليل اقوى ما يكون. قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب والاكل، والشرب والاكل شيء ايش؟ تحسيني. احنا عندنا الاشياء التي تمس الانسان في جوانبه الحياتيه ضروري حاجي ايش؟ تحسيني. والطعام والشراب امر تحسيني، يا راجل ممكن يجلس شهرين ما لا ياكل ولا يشرب، ها ده ضروري وما طبعا حاجه ملحه، يعني صحيح ولا لا؟ فهم قالوا الان في الامر الحاجي، في الامر الملح منع النبي صلى الله عليه وسلم، فلان يمنع في الترفيه التحسيني من باب اول، انه ياخذ مفتاح فيه سلسله فضه، هذا ايش؟ ضروري طبعا، لأنه سيقتل لو معهوش مفتاح في فضة، صحيح؟ لا، قالوا هذا الترفيه. قالوا إذا منع من الحاجة الملحة فلأن يمنع من الشيء الذي فيه الترفيه من باب أول. هذا أقوى ما يستدلون به، هذا أقوى ما يستدلون به. قالوا إن منع من الطعام والشراب فلأن يمنع من الترفيه من باب أول. والحق بأن الظاهرية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا المسألة خاصة بالطعام والشراب، هذا الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولهم أدلة صراحة ليست بالهينة. أنا كنت قوي جدا على المخالف، كنت أقول بالمنع في كل شيء على المخالف، لكن الآن أصبحت الإيش؟ القوة خفيفة، لأن الحق الخلاف له حظ من النظر. الذين قالوا بأنه تستعمل مفتاح، تستعمل، لكن طبعا لا يستعمل خاتما يلبسه الرجل، ده معروف، لأن عندنا الدلالة واضحة منصوص عليها. فأقول استدلوا أولا بالبراءة الأصلية. يعني ايه البراءة الأصلية يا شطار؟ الأصل في الأشياء الإباحة، والدليل يا شطار قال الله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، واستدلوا على نص يوافق الأصل. قلنا من النص قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الفضة فالعبوا بها، وأما الفضة فالعبوا بها، وأما الفضة فالعبوا بها، قال فالعبوا بها بعيدا. هو ده الذي ميل شيخ الإسلام إلى أن يرى أن الأصل الفضة الحل لا الحرمة. الأصل ده بالحرمة نعمل، الأصل الفضة لا الحل لا الحرمة. فقالوا وأما القياس على قياس غير الطعام والشراب على الطعام والشراب فهذا قياس مع الفارق. إيش الفارق؟ أن هذا تحسيني وهذا حاجي أو ضروري.
هادي أو ضروري. إذا وكما سندرس في الأصول بأن من قواضح القياس أن يكون القياس مع إيه؟ مع الفرق. لا إلحاق إلا بالمساواة، لا إلحاق إلا بالمساواة. فإذا قالوا نقول يجوز الاستعمال. والحق أنا كما قلت الخلاف هنا في حظر من النظر، لكن أنا أنصح إخواني الذين يستعملون الفضة أو الذهب، أقول الفضة طبعا الذهب المحظور فيه شديد، أما بالنسبة للفضة فأقول قد قال علماؤنا بقاعدة فقهية ذهبية قالوا الخروج من الخلاف مستحب. الخروج من الخلاف مستحب. ليش مستحب؟ لأنه باتفاق العلماء لو أنت لم تستعمل الذهب والفضة في أي شيء لا يلومك أحد، ولا أحد يقول أنك أثمت أو فعلت مكروه. لكن إن استعملتها في غير طعام وشراب طائفة من العلماء يقولون أنت آثم، مش فعل مكروه، آثم. فيبقى إذن تنجو بأن نقول الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف ولا حظر النظر. لكن ما زلت مع من قال بأن الاستعمال محرم أيضا كالطعام والشراب، ولكن من قال بالإباحة له قوة في النظر ووجاهة ولا أحجر واسعا. لكن إن سألتني ما أدين الله به، أدين الله بأن استعمال الذهب والفضة في غير الطعام والشراب لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال، إلا أن يلبس خاتما كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، ويكون هذا الجواز له في ذلك. المسألة الخامسة في ذلك الفضة، نعم لبس من الذهب أولا ثم خلع ثم لبس الفضة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يختم به. بعض ما يقول حتى لبس الخاتم ده مش سنة، لأنه هو لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم ما لبسه سنة، ده لبسه من أجل حاجة وهي إيه؟ ختم الأوراق، لأنهم ملوك الدنيا لا يقبلون الخطاب الرسمي من, 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 من أمير المسلمين أو من ولي أمر المسلمين إلا بإيه؟ إلا بكتاب مختوم. فلذلك أخذ الخاتم ونقش عليه محمد رسول الله، مفهوم؟ طب نخليها في النهاية. تفضل. المسألة على الرجال والنساء، أنت بتتعلمنا ذلك. المسألة على الرجال والنساء شرب الأنية من الذهب والفضة عام على الاستخدام، لأن الذهب يستخدم للمرأة تلبس الذهب حليا لها، ده باتفاق. لا يجوز طبعا، مش ممكن انه يقول بان هي لا يستخدم الذهب، هو بيتكلم على الاستعمالات الاخرى غير اللباس، غير اللباس للنساء. وانا نسيت ايضا دليل اخر لمن طلب الجواز، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ام سلمة رضي الله عنها، كان عندها جلجل كقارورة، يعني جلجل من فضة تحبس فيه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم تتبرك بها. فقالوا إذن هي استعملته ولا ما استعملته الآن؟ استعملته وضع فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في أقصاها ممكن نرد على هذا الباب، بل أنا نقول لو نرد على، أنا من الإنصاف أرد على المخالف. أنا ليش لم أرد؟ قلت اللي فيه حظر من النظر عشان أقوي جانبهم، لكن لو الرد الرد نقول إذا قلنا الأصل البراءة، الأصل الإباحة، جاءني الناقل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب في إناء الذهب والفضة، وهذا من باب أولى، لأنه قد حرم عليهم أمرا لهم فيه حاجة، فالآن يحرم عليهم الأمر الذي فيه الترفيه من باب أولى، لا سيما أن العلة متمكنة وعلة الخيلاء أو علة الكبر أو علة مشابهة أهل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم رجل الذي لبس خاتم الذهب قال أنت تشابه أو تلبس حلية أهل الجنة، وأنكر عليه في ذلك. الغرض المقصود بأن هذا الرد فيه ما استدلوا به، واستدلوا أيضا بالدليل الموافق للأول، أنه قال أما الفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها. أقول الفضة فالعبوا بها تكون للرجال وأيضا للنساء، النساء الأمر لا كلام فيها، فالعبوا بها هذا للرجال يلبسونه خاتما كما قال النساء خاتما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يبقى هذا عام مخصوص بإيش؟ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعماله وهو الخاتم، ونحن نقول بصحة وجواز لبس خاتم الفضة للرجل. وأما فعل أم عائشة فنقول فعل أم سلمة، فهذا فعل أم سلمة خالف ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى يكون اجتهادا من أم سلمة، والنص أولى بالوقوف معه والسلامة على أن نأخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب إناء الذهب والفضة. المسألة الأخيرة استعمال الذهب والفضة، إذا قلنا بأنه لا يجوز، طب استعمله المرء ماذا عليه؟ وقد يعني أهل الفقه قد نوعوا هذا أو أفردوا هذا بالكلام على استعمالها في الوضوء، يعني إن لم يستعملوها في الطعام والشراب فاستعمالها في الوضوء هل يصح أم لا؟ قلنا أولا عند جمهور أهل العلم الذين قالوا بالحرمة قالوا يحرم استعمالها في الوضوء، يعني الذي يأتي بطاس فيه ذهب وفضة يتوضأ فيه فقد وقع في الحرام. لكن النظر ليس في هذا، جمهور أهل العلم الحنابلة والشافعية ومن قال بعدم استعمالها قالوا بأن الوضوء هنا بعدما اتفقوا على حرمة الفعل
اختلفوا هل يصح الفعل أم لا. يعني هل يصح هذا الوضوء أم لا؟ يترتب عليه هل تصح الصلاة بهذا الوضوء أم لا؟ فالجمهور يرون حرمة استعمال آنية الذهب في الوضوء. وإن توضأ بعض الحنابلة، وهذا كلام الحنابلة كالقاضي أبو يعلى وغيره، قالوا الوضوء باطل، الوضوء باطل والصلاة باطلة. لما؟ قالوا لأنه قد فعل المنهي عنه، ومطلق النهي يقتضي الفساد. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى إذا من توضأ وضوءا ليس عليه أمرنا فهو رد. قلنا كيف؟ قالوا توضأ من آنية الذهب والفضة، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من استعمال الذهب والفضة عند من يقول بالحرمة أو حرمة الاستعمال متعدية الطعام والشراب والصيام. وهذا كلام ليس فيه صحة خلاص. الكلام الصحيح في هذا الباب بأننا لو قلنا بحرمة الاستعمال واستعملها في الوضوء فإن الوضوء صحيح وإن الصلاة صحيحة، وأثم بأنه قد اقترف أو عمل بالمنهي عنه. يبقى إذن يأثم لكن الوضوء صحيح والصلاة صحيحة، وهذا الراجح الصحيح باتفاق الأمة خلافا لما قال من أن الوضوء يبطل لأنه فعل المنهي عنه. قالوا وكيف تريبون عما قلنا لكم من الدلالة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قلنا قد عمل عملا عليه أمرنا، إيش هو؟ الوضوء بأركانه وشروطه. وعمل عملا ليس عليه أمرنا، إيش هو؟ الآلة التي استعملها وهي هذا. فآثم فيما لم يكن موافقا للشرع، وأثيب وصح فعله لما كان موافقا للشرع. مفهوم ولا غير مفهوم؟ إذا هذه من آخر مسائل الفقهية في هذا الباب، لو استعمله في الوضوء ووضوء صحيح والصلاة صحيحة، وأيضا يأثم بما أنه خالف النهي. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، أول الفوائد يعني فضل هذه الشريعة الغراء وأنها صالحة لكل زمان ومكان في مراعاة أحوال الناس، في مراعاة أحوال الناس. لذلك هم قالوا العلماء قالوا بأنه لو استخدم المرء الذهب والفضة في آنية الذهب والفضة فإن هذا الاستخدام يكسر قلوب الفقراء، لذلك منعهم حتى لا ينتشر الحقد والحسد بين الناس. ولو قلنا بالعلة الأخرى أن الشرب في ماء الذهب والفضة يكسب الشارب الكبر والخيلاء، أيضا هذه الشريعة شرعت ذلك مراعاة للشارب حتى لا يقع في قلبه الكبر فيهلك، بتحسم عليه مادة الفساد أو تحسم عليه مادة الهلاك. الفائدة الثانية مجانبة أهل الكفر. وهذا أصل من أصول ديننا، دلالة على علامة الإيمان، لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أسارة بدر قال ما أرى ما ترى يا رسول الله، أرى أن تعطي عليا أخاه عقيل فيضرب عنقه، وأن تعطي أبا بكر ابنه محمد الذي كان يقاتل ضده في غزوة بدر قال أن تعطيه ابنه فيقتله، وأن تعطيني فلان ابن الخطاب فأقتله، ليعلم الله أنه لا مودة ولا هوادة في قلوبنا لأهل الكفر. الله أكبر، الله أكبر على مادة الإيمان بالولاء والبراء. فإن ساح الأمر وذاع وتميعت العقيدة وذهب الولاء والبراء فقول على الإيمان السلام. هذا أصل في أصول ديننا الولاء والبراء. فإن تميع فاعلم أن الدين قد ذهب، رق الدين إلى أن يصل إلى الذهاب إن يعني لم تكن الموالاة والولاء والبراء لأهل الإيمان أهل الكفران. طيب الفائدة الثالثة الوعيد الشديد يدل على الكبائر، وهذا نص من كلام علماء، وهذا استقراء من علمائنا أنهم وردوا أن الكبائر لها ضوابط، من هذه الضوابط هي أن الذي يشرب من هذه الضوابط أن يكون الوعيد الشديد بالنار أو باللعن، كما قال صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، دل ذلك على شرب الخمر أنها كبيرة لأن فيها اللعن الطرد من رحمة الله أو تمني الطرد من رحمة الله. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كأنما يجاجر في بطنه نار جهنم يستحق النار، دل ذلك على أنها كبيرة وليست صغيرة. بهذا نكون انتهينا من الحديثين، حديث حذيفة وحديث أم سلمة رضي الله عنهما. ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونسأل الله جل في علاه أن يقينا شر أنفسنا وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يبقى أنني ألاحظ بس فقط عند بعض الشراح قال في قول سلمة الذي يشرب في إناء الفضة فإنما يجري في بطنه نار جهنم، قال هذا مجاز، والجرجرة طبعا هو الصوت، صوت الماء الذي ينزل، فقالوا شبهها بهذا، وصحيح الراجح أنه حقا تأكله النار ويكون في بطنه النار، وهذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة، فلا مجاز ولا شيء، هو في يوم القيامة سيكون كذلك، وتجرع الغصص والغصص الغصص في النار،
شديدة الحرارة، يبقى كأن النار النار في بطنه، فلا يعني فلا نتكلف ونقول المسألة على المجاز. طيب لو في أي أسئلة تحت الأمر، تفضل أستاذ. استعمال الذهب والفضة في النيش. آه. لحظة لحظة لحظة، أنت ذكرتني بمسألة أخرى، جزاك الله عني خير. إذا قلنا حرمة استعمال الذهب والفضة، أين فيها الذهب والفضة؟ يبقى لنا الكلام على إيش؟ على لو كانت لو كان مقلي بالذهب والفضة أو 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 مموه بالذهب والفضة أو مضبب. المضبب سيأتي شرحه، سيأتي مضبب بسلسلة كسر وضببناه لحمناه يعني ضمناه بايش؟ بسلسله من الفضه. هل يصح من المضبب؟ سياتي بانه جائز وله شروط اربعه كما سنبين. اما اذا كان مموه مطلي بماء الذهب فالعلماء يقولون ننظر فيه، هو الحق الاصل الحرمه، لكنهم قالوا نحن ننظر بانصاف، ان انفصل صار حراما، ان لم ينفصل فلا. طبعا عارف ان مش فاهمين. هذا كاس، كاس ايش؟ بلاستيك. شكرا. ايه اللي جواه حبايبي؟ بلاستيك. شكرا شكرا. طيب وهذا هو، نقول مثلا هذا هو الفضه، فسالني سائل هذا يجوز الشرب فيه مع ان الطبقه اللي فوق الطبقه اللي تعلوه فضه، قلت له ان انفصل فصارت هذه ايش؟ خليها كده عشان ما تموتنيش، تصعقوني بالاجابه. هذه ايش؟ فضه. على سكه اشجار، هذه فضه صحيح. لو انفصلت وجاءت هنا صارت مستقله بذاتها ولا لا؟ مستقله. فان انفصلت وكانت مستقله يبقى دل ذلك انه شرب فيه في الفضه، في نهايه الفضه فيحرم. لكن ان اردنا ان نفصلها ما انفصلت ذابت جزئيتها في الجزئيات، يبقى اذا لنا ان نقول انه يجوز. وكما قال بعض العلماء اليسير منه يعفى عنه. طب كيف نعرف اليسير؟ قال مرره على النار، ان انفصل يبقى هذا كثير وليس بيسير، وإن لم ينفصل يبقى إذن قد ذاب في الجزئيات ويجوز. أنا شايف الوجوه كلها وجوم، تفهمين ولا مش فاهمين؟ ما احنا قلنا بقى لا، لو كثير لو كثير هيظهر بالمرور على النار، يظهر لو كثير، لكن لو قليل لا. أنتم مش فاهمين يا جماعة؟ خذوا النهاية، إن كان يسيرا يعفى عنه وإن كان كثيرا يحرم. فستسألونني لا اتفق. قلنا اليسير بأنك لو مررت هذا الكأس الفضة غير من غير فضة على النار لا تنفصل الفضة عنه، مفهوم؟ لكن لو مررت على النار وانفصلت دل ذلك عنه إيه؟ كثير. خلاص يبقى اطلاع على التفصيل الذي قلت لك. وبعنا هل ينفع فلوس في حلال ولا تروح لا افصله. هو مش قادر تفصله، هو كله فضه. بيعه واشترط على المشتري انه لا يبيعه الا للكفار. يا كده يبيعوا للكفار. هاي سياح وعملوا اسلاك بعد كده. صحيح يستفيد منه، هتبيعوا الاسلاك انت تتباع. بس بيعوا الكافر الذي تظن بان المحل التي هو فيها لا يشتري منه الا الكفار، ويبقى انت كده برأت سعيك. كل شيء. ما هو أجبناه، بس انت كنت بتدور على تجيب لنا اللبن. نعم ايوه نعم. هو استعماله كيف استعماله؟ هي تستعمله بقى كيف؟ انها في النيش، في النيش بعد ما تاخده في النيش افهم ازاي بتتمتع بيه كده استعماله. دخل الرجل معها في الاستعمال اهو الان فلا يجوز. هي تستعماله للباس فقط يجوز. لو تلبس فستان ذهب تلبسه، لو تفرش. بص يا حبيبي عشان تتصورها وتفهمها، دعك من خلاف الفقه، انا بتكلم عن الراجح الان. دخلت على امرأتك فوجدتها تلبس حرير فحرير، جاز ولا ما جاز؟ ها
ها؟ كنت انت غالي جدا عندها ولك كبير القدر في عينها، وما بتدخلش لما تتغزل في محاسنها وتحسن في القول، فأحبتك من كل قلبها فأرادت متعتك وأرادت راحتك. قالت زوجي يتعب، فلبست الحرير في الحرير، وجعلت الستار الذي تدخل منه إليها حرير في حرير، وجعلت السجاد حرير في حرير، وجعلت السرير فراش السرير حرير. كل ده عشان بتتغذى في محاسنها وبتستطيع تفعل ده حرير في حرير. ما رأيك، يجوز استعماله لك ولها أم لا؟ هو يجيب ده بيع فهلوة، ده في نهايته هيبيع اللبن زي كما قلت لك. هو ثمرة العلم غير موجودة انه لم يطلع، لكن لازم يشغل. طب انا قلت لك دعك من الخلاف، الراجح انه لا يجوز ان تستعملها هي، لا يجوز، لانه استعمالها سيجر الى استعمال الرجل، واستعمال الرجل لا يجوز، وافتراش الحرير لا يجوز. ولذلك كثير من التجار السجاد لا يسالونني، يخافون مني، لانهم بيتاجروا في سجاد اسمه سجاد حرير. انا اول ما كنتش لا اصدق ان في سجاد حرير، قالوا لي نعم ده هو السجاد اللي ماشي اللي بيتباع سجاد الحرير، فلا يجوز افتراشه. انا الظاهر الاستاذ انت هتموتني، انت عندك سجاد حرير وفناجيل الفضه، هتموتني. فده بيع سجاد الحرير لا يجوز، اهو افتراشه لا يجوز، فهمت؟ يبقى استعماله هو لا يجوز. تلبسه بقى، لان النص جاء فيه يا حبيبي يلمسه بقى، هو لبسه لمسه ما لبسوش. يا حبيبي بلاش الفهلوه الكذابه هذا، افهم. طب ما هي ايديها ناعمه حرير، اقطعها لها بقى احسن يا راجل. لا تتفكه فتضر، وتفقه فتتعلم. بالنسبه للكفار، هم بيعملوا ايه يعني؟ مثلا الزرع عندهم مثلا لو قرروا ان هم هل يقروا على كده ولا لا يقرون؟ سيعذبون بذلك. ما سلككم في سقر قبل ما كنتم صليين، هم مخاطبون فروع الشريعه، اذا يحرم عليهم استعمال الاله الذهب والفضه. لا لا لا، لو شربوها في بيتهم جاز لهم ذلك، لكن لو اعلنوها بين المسلمين لا، كاكلهم الخنزير. نفس الامر قلت لك، لا يجوز لا يجوز، فاهم؟ يغطون ذلك، فولي الامر عليه ان يقول غطي هذا حتى لا تفتن المسلمين، لان هذا لا يجوز، فاهمني؟ هم بقى ان استحلوا هذا لهم في دينهم، ان زعموا انه حلال في الدين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حلال مبين والحرام مبين، وبينهم امور مشتبهات. هل الامور الخلافيه بين العلماء تثبت في هذه؟ نعم والله نعم، لكن مش كل خلاف، مش كل خلاف صار مشتبه. الزواج النكاح من غير ولي دخل في الاشتباه، زكاة الحلي دخل في الاشتباه، في امور مشتبهه. اكثر الشريعه يعني لا فيها بينه، لا فيها بينه، لان اكثر الخلاف الذي ورد خلاف ضعيف مش قوي. لذلك انا اليوم ايش قلت؟ في كل خلاف كنت اجيب الراجح وارد على المرجوح، صح ولا لا؟ اليوم قلت ايش؟ له حظ، وهذه نوادر المسائل الخلاف يكون فيها قوي. طب سؤال لما يكون في عده في النص، لما توصل لعده فبيدور معاها الحكم، ايه الضابط ان احنا نقول ان هنا في عده كذا والحكم يدور معاها او لا؟ الضابط ان احنا اول شيء ثبت العشر ثم ننقش، نثبت انها عله. ان كانت منصوصه فهذا انتهى الامر، هذا اعظم ما ظفرنا به، عله منصوصه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكذا، عله منصوصه، او عله مستنبطه بقرائن قويه جدا تثبت انها عله، او عله في بعض القرائن توحي بانها عله او ليست بعله. هذه بقى مراتب القوه والضعف. فإن كانت منصوصة فهذه لابد أن نقول يدور مع الحكم التي حيث دار، وإن كان بالقرائن، وإن كان العالم الذي نثق فيه أتى بالقرائن، هذه أيضا يتحكم فيها الحكم دورانا وجودا وعدما، وأما الأخيرة فلا. سهلا، بس نفس الترتيب. مس فرج الآدمي بدون حائل ينقض الوضوء. طبعا في المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا قول الأحناف. مس الذكر على التفصيل لقول الشافعية، بأنهم قالوا بأنه نفس قال إنما وضعت منك، والذين قالوا بأنه الأولون الذين قالوا بأنه ينتقض مطلقا، قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا يتوضأ. وأما الشافعية فوسط بين القولين وقالوا إن مسه بغير حائل بكف اليد انتقد، لكن بالإصبع بظهر اليد لا ينتقد. والدلالة على ذلك حديث أبي هريرة المفرد
المفصل للإجمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى من أفضى، قال وفي اللغة وهو حجة في اللغة، من أفضى، والإفضاء يكون بإيه؟ بكف اليد. من أفضى بيده إلى 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 فرجه بلا حائل فليتوضأ، أفضى بيده إلى بيده إلى فرجه فلا بلا حائل فليتوضأ. لو إيه؟ حتى لو كانت المرأة عجبالك من النهاية، المرأة التي تغسل فرج ابنها وهي معتادة على ذلك ينتقد الوضوء. كثير من العلماء يقولون لا ينتقد الوضوء، والصحيح الراجع أنها من مس الفرج، لأن العلماء الفقهاء يقولون على المس انتقاد الوضوء، والممسوس فيه خلاف. يعني لو مس سين فرج صاد بلا حائل فسين وضوء ينتقد، لكن صاد وضوء لا ينتقد، وصحيح الكل ينتقد الوضوء. نعم. العقيدة الطبية التي يدخل في سمعتها الذهب ينظر فيها، إذا كان قليل يعني 1% 2% 3% يجوز، إن كانت العقيدة لا أكثر من ذلك ينظر، إن كان لا علاج إلا بهذا العقار وليس ثمت دواء آخر غيره يستعمل. ممكن يرد عليه يقول لي تداوى عضلة الذهب حرام، قلنا نعم، لكن هذا ليس حراما إيه كليا، ده حرم أيضا من أجل الذهب، من أجل لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهو حلال على النساء. لذلك أنا أقول السن الذهب يجوز إذا لم تستطع أن تستبدله بسن فضة أو سن إيش بلاتين. إذا قال لك طبيب الأسنان أنه لا يمكن أن يكون علاجا لك إلا بسن الذهب جاز ذلك، لأن عرفجة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جدعت أنفه، حفظكم الله، حفظني حفظكم الله جميعا، جدعت أنفه في, 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 في الغزوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى فأمره أن يستبدله بأنف من ذهب. أحسن الله فيك. في الآخر بعد خلاص تخط دورك. لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال طلاء الباب، باب المساجد بالذهب لا يجوز، هيدخل في لا تزغرفنها كما زغرفت اليهود، لا يجوز لا يجوز، وفي يشغل الناس عن الصلاحة. ما انت خدت الإجابة شيخ، تريد توقع على الـ على الـ على الواقع توقع هو يعني، يعني هو بعض الكوس أو الفناجين يكون عليها اللون الذهبي، مجرد لون، مش لون، ده مطلي، مطلي بالذهب، مش لون ذهبي. كيف لون ذهبي؟ لون ذهبي نحاس بقى ممكن، ولكن يعني نحاس خلاص، لكن لو ذهب لا يجوز. أصل لونها بيجيبوا اللون من هنا يا أبا معلم، أنت حبيبي أنت رسام هم يرسموه، ولا اللون ده من وين بيأتي؟ ذهب. طيب خلاص يعني ذهب يدخل معه؟ ذهب طبعا ذهب، هذا هو. تفضل. لا ممتاز، هذه مسألة طبعا ذهب ذهني عنها. العلماء يقولون الاتفاق على الذهب والفضة. طب لو اتخذ آنية من أحجار كريمة؟ طبعا أنا حتى ما رضيتش أموه عليها، ليش؟ لأن مش واقع، مش في الواقع بحال من الأحوال. في حد الله يكرمكم بيشرب في إناء الماس؟ في حد عنده كوباية من الماس؟ حتى بقى انا قلت لكم انا كنت لا اتخيل ان في سجاد حرير، تصعقوني وتقولوا ان في ملعقه ماس ولا كاس في من الماس، صعب جدا. وعامه العلماء قالوا المساله منصوصه على الذهب والفضه والاحجار الكريمه تجوز، لكن هذا غير واقع. ونقول ليه ما طيب ليه ما المفاضله؟ لان الذهب والفضه هو المعروف لدى الفقراء، اما الاحجار الكريمه غير معروفه لدى الفقراء. نعم خلاص يا اسئله، تفضل. عندك ثلاثة أسئلة. ثلاثة. خطأ لغة. ثلاثة أسئلة. طيب. ممتلأ مؤخر. خلاص ممتاز. كده ممتاز. لا ده في حاجة تانية، الملحظ الآخر هو إيش؟ العدد المعدود. صح؟ لا ما هو لازم نضربه فيه. لا مش مخالفة، المفروض يكون في مخالفة، وصحيح السؤال مذكر. لكن هو يعني خايف. وهو صحيح ثلاثة أسئلة. بس هو خاف لما شاف كده خلاص دماغه راحت. يلا اتفضل. السؤال الاول خلاص ده راح، الاسئله راحت الان. انا بقى كانني خايف. نعم. السؤال الاول في احمد صالح كان سال حضرتك سؤال، لما حضرتك سالته ومن هلك معنا، قال لك ومن هلك معنا فانتبه، فقلت له هذا واجب. حضرتك ما قلتش النهي، النهي عن شيء امر ضدي، هي مساله النهي عن شيء امر ضدي او الامر شيء نهي عن ضدي، يعني كما فصلناها في الاصول.
لازم ترجع لها بقى. فلما قال فانتهوا هو قال انتهوا، وهذا من النهي، والنهي كف، يبقى هذا اسمه نهي على صورة الأمر، لكن هو في حقيقة أمر إنه إيه كف، والكف هي حقيقة النهي. هذا السؤال هو السؤال الثاني. ما قال فانتهوا، فانتهوا يعني كفوا، يعني لا تفعلوا، فصار اللفظ على صورة الأمر لكنه في حقيقته إيش كف، والكف هو النهي. لا أنا متفق حضرتك عليه، بس إيه وجهة بهزه عشان يقول الكلام ده وما قالهوش. ما انت هتموتني يعني، انا بقول انت قلت وانت مش فاهم ازاي تقولي. يعني انا بشتد عليه عشان يفهم كيف وجه الدلاله. السؤال الثاني، لو اهدي الي صليه مثلا فيها فضه، اضربه في دماغه لانه يدخلك النار، يا تضربه في دماغه. ايش؟ ما اكتشفتش الا بعد ما لا يجوز استعمال، يبقى مشيها على النار او اكسرها وبيعها وبيعها سلك. لا هتصدق بايش؟ مين ما انت تصدق بيها؟ هتصدق بيها على واحد فقير مسلم، مسلم هيعمل ايه؟ يشربها؟ هيشرب فيها؟ يبقى هو بيشيل نفسه النار، ده خلانا في النار. شايف؟ اتفضل. إلا أن يهديها الواحد كافر، يصح أن يهديها الواحد كافر، لأنه عمر الخطاب لما أهدى نسلم له لباسا حريرا فقال صلى الله عليه وسلم أنت قلت هذا لباس زي من لا خلاق له، فقال نسلم ما أعطيتكها لتكسوها، فأخذها فأعطاها حتى لو كان أعطاها لمشرك له، لأخ مشرك له في مكة. هم يقول حتى لو كان مخاطبا هم كان فيها علميا، لكن هم عندهم قالوا بالحلم. فهم كيف؟ تفضل. لو كان لبس الاستعمال الحرير مثلا او الذهب حرام حتى على النساء من اجل ان الرجل سيستمتع معها به، فهي اذا لبست الذهب او الحرير فالرجل ممتاز. بس مش انت عشان انت بصيت بعين عوراء بس ما لابسش غليلك، او انت بقى كل يوم بتخش بتجد الفراش الوثير الحرير، فمش عايز الكلام ده يضيع منك. فاذا قلنا الا موجوده، ما هي عوراء، ما انتوا الاثنين ده اصحاب. ف يعني الحمد لله احنا بنقول الان الاصل في الاحكام العموم لا التخصيص، الاصل في الاحكام العموم لا التخصيص، وعدم الاستمتاع بالذهب لا للحرمة في ذاته بل للحرمة لغيره. فهمت؟ فهنا نقول إيش الفارق طب بين أن تلبسه ذهبا وتتحلى به له، فهم حضرتك، وبين أن تفترشه. قلنا النفوس جبلت على التمتع به ملبوسا لا مفروشا، فلا يكسب الأمر هذا اللبس لا يكسبه كبرا ولا خيلاء، ولكن إن مشى عليه ومسه ونام عليه أكسبته الخيلاء والكبر. فهمت أبا مع أستاذ؟ شاف غليلك ولا لسه عايز تنام على الفراش الوثير؟ لسه عايز تنام على الفراش الوثير. لا يجوز، يبقى العموم، العموم قاطع في كل هذا. يا بقى هو ده شغل الرجل الذي لبس على الناس وقال يا ابو حنيفه قال وام حنيفه قال وابو وجد حنيفه قال، وليش نحجر على الناس واسعا؟ انت لست بوصي على العقود، النبي حلال اشربه انت كيف ما شئت، لان ابو حنيفه ايش قال بذلك. فاهم؟ لا، ليس تشهيا، لابد ان تبحث على الاقرب للسنه فتاخذ به. خلاص اسئله انتهت. عندك ما زلت انت تتاسف فقط لانك ما زلت تتمنى الحرير، اياك والحرير، لكن انا اقول لك قد اباح النبي صلى الله عليه وسلم الحرير للزبير ولعبد الرحمن بن عوف من اجل الحك. حضرتك قلت الاجماع بتاع يرون الحرمه في الوضوء لا مش اجماع، الجمهور. الجمهور صح. نعم. مع ان قبل يعني ما الاستعمال استعمال عموما ولا هو موضوع الوضوء بالذات؟ قلت خصوصا بقى نتكلم عن الاستعمال عموما، والكلام خصوصا في ايش؟ في الوضوء، لان هو مختص بالصلاه، لان الصلاه تبطل بذلك عند بعض الحنابله. اقول قولي هذا. طب اتفضل بسرعه. لا الاستاذ طبعا ادري الاستثناءات تستاتي ان شاء الله.
لان احنا نتكلم على المضبب بالفضه، فياتي بقى معه ايه الاستثناءات في هذا الباب. ولشيخنا همتون علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همتون علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّة.